مكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في بيع وشراء وتداول للعمولات الصعبة بطريقة غير شرعية، بيع مادة تبق الترشق، شمة مقلدة، بيع السجائر الأجنبية والشيشة بطريقة غير قانونية، بيع الهواتف النقالة أجنبية الصنع بدون أي وثيقة أو سند. العملية تم معالجتها بناء على معلومات واردة لتتبع لنشاط أشخاص يقومون ببيع وشراء وتداول العملة الصعبة بطريقة غير شرعية، وعند الإيقاع بهم وتوقيف شخصين تم ضبط وحجز ما يلي 23800 وحدة كيس من الشمة المقلدة من مختلف أنواع، 17680 وحدة من السجائر الأجنبية مختلفة الأنواع، 37370 فحم الشيشة ومادة المعسل الأجنبية الصنع. كما مكنت العملية من حجز مواد أخرى مثل 74 هاتف نقال أجنبي الصنع، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 8,224,320 ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية تقدر بحوالي 1.5 مليار. المتورطون سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.